كابتن عندي سؤال بسيط. الركلة اللي نزلتها امس يا كابتن يوكو جيري، اتفرجت وحاولت اجيبها ما قدرت اجيبها. طيب يلا 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 صلي سعيد، خذ المضرب. ابغاك تشرح لي اياها بالله يا كابتن. طيب بس هذه في بداية الركلة تقف مركز على طاقتك الموجودة في الطرف الآخر، فاهمني ولا صعب الكلام؟ فاهمك فاهمك. إيش اللي فهمته؟ طاقة الطرف الآخر، القوة المضادة. أي قوة مضادة؟ لا، يجب أن تحس إنه جزءك موجود هنا، فاهم؟ عندك سلك وسلك، إذا التمسوا مع بعض تضرب كهرباء. أبغاك تحس بالإحساس، أبغاك تحس، فاهمني؟ الآن هذه إيش؟ موية، صح؟ نقول إنه موية. هذا إيش؟ موية. موية، وهنا ما في شيء، وهذه يدي. هل يدي لمست الموية؟ لا. إذا ما حاسس بشيء. هل يدي لمست الموية؟ لا. هل يدي لمست الموية؟ لا. حسيت بشيء أنا؟ لا. طيب كذا؟ لمست. حسيت بإيه؟ بالموية. بالموية. طيب الآن أنا بحس بالضربة، بس أنا لسه ما ضربت، فاهمني؟ أيوه. لو رحت بدون إحساس هتصبح ضربة طايشة، كيف؟ صوت بس، واضح؟ لو رحت بدون إحساس تصبح ضربة طايشة، فلازم أحس بالركلة الحقيقية، إنه يعني أنا أبغى أطيح سعيد، أوكي؟ كمثال أدخل الفكرة في راسي، أعيش اللحظة، أركل وأنا لسه ما ركلت، أحس بالركلة. أحيانا أحس إن الباور حقي غير كافي، وبالتالي أعيد من جديد، فاهمني؟ أيوه. هذا إحساس النينجا. بعدهم لا، يركل ويلاقي خصمك ما تحرك، فتلاقيه يبغى يبدأ من جديد، يعيش بوم، ويقعد يحاول 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 900,000 مرة، فاهمني؟ صح. والنتيجة واحدة، إنه كلها ضربات طايشة. وبالتالي أنا ما أبغى 20 محاولة، هذه أبغى محاولة واحدة، أوكي؟ أجمع فيها 900 ضربة هذه في ضربة واحدة، فهمتني؟ فهمتك. فيجب أن أحس زي ما شبهنا بالموية، يجب أن أحس بلمسة الموية وأنا ما أسالها، يعني أحس إنه يدي لمست في الموية وأنا ما أسالها. كلام صعب إنك تفهمه؟ فهمت فهمت والله فهمت. أنت فهمت؟ اللي ما فهم؟ أول شيء يا كابتن مقطع كلامك، يعني تخيل الضربة بشكل عملي في راسه وبعدين يطبقها. يا سلام، زي لما تبغى ترسم صورة تخيلها أول شيء بعدين أنت نفذها. أيوه. أوكي؟ هذه الطريقة، أبغاك تحس، فاهمني؟ أوكي؟ أولى حتكون الشرح، أنقل بوزني، سعيد ركز معايا، أنقل بوزني بالرجل الخلفية من وراء اليمين. البعض ينقل من الرجل الخلفية إلى الأمامية مباشرة، ما في مشكلة. والبعض يمس بالخلفية إلى من أمام. هذا الغلط. أوكي؟ هذا الغلط. لا تجيب الخلف من أمام قدمك. من خلف القدم. من الخلف أو من الجانب. بس إذا وصلت الجانب يجب أن تقفز على طول مباشرة. أوكي؟ تبدل. واضح؟ يجب أن تبدل. وصلت؟ وصلت. يوجد باور هنا، أنا كان في بداية الموضوع كلام قلت لك سلك وسلك كهرباء، تخيل سلك سلك. السلك الأول موجود هنا. والسلك الثاني هنا. والسلك الثاني هناك. موجود في الهواء هنا. قبل الهدف ب 20 سم. كان؟
فيجب ان اخذ السلك هذا الى هنا اوكي واضح انزل وزني داون اكسر جسمي تحت اثناء الضربه بحيث يصبح جذعي مستقيم مع الهدف كانه ماسك جذع الشجره وجايبه بوم اوكي فاهمني؟ فاهم لو جبت جذع الشجره من فوق لو ربطت جذع الشجرة بحبل من هنا وحبل من هنا وسحبت الجذع حينطلق وحيفسد صح؟ صح طيب شوف الباور هذا اللي جاي كذا اوكي؟ هذا هو اللي نبغاه انا فوق اخش كذا زي جذع الشجرة اوكي يلا جاهز؟ اوكي يلا سعيد 1 2 3 ما شاء الله اكبر وصلت؟ وصلت 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 طيب. بقوة تعال انت امسك سيد امسك خلينا نجرب المهندس لا لا خلاص سيد انت جرب بضربه من قلبي ها ركز معاي 1 2 جاهز هم رايح والله احساس مخيف جدا لا تصدق لا تصدق انت لحظه السبب اني ما ضربت ابو سعيد حزام اسود بما ان الحزام اخضر طبعا كلاهما اقوياء ما شاء الله ولكن لما تصير حزام اسود فضل معاكم جدا